جائزة شومان للباحثين العرب وأدب الأطفال لعام 2022. كرمت مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية الفائزين بجائزتي الباحثين العرب بدورتها 40 وأدب الأطفال بدورتها 16 لعام 2022 في احتفالية خاصة برعاية رئيس مجلس أمناء المؤسسة صبيح المصري وحضور وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار وبحضور جمع غفير ونخبة من الباحثين والمهتمين والعديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. موضوع جائزة أدب الأطفال لهذا العام هو استلهام الحكايات الشعبية والتراثية مستفيدة من الإرث الأدبي الشعبي كمكون أساسي للخيال ومرسخا للهوية، ما يسهم في تحفيز مخيلة الأشخاص. أما جائزة الباحثين العرب التي تحفز المنهجية العلمية وتسهم في دعم الباحثين والبحث العلمي في العالم العربي وتواكب المستقبل. نتحدث أكثر عن جائزة شومان للباحثين العرب وأدب الأطفال عام 2022. نتحدث أكثر عن التفاصيل وعن اختيار الفائزين. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا بداخل الاستوديو الأستاذة تغريد النجار، وهي عضو الهيئة العلمية لجائزة أدب الأطفال. أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك. وأيضا الأستاذة عرين بشارات منسقة جائزة شومان للباحثين العرب. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم نتحدث عن هذه الجائزة ونتحدث اليوم عن إبداعات كبيرة عبر سنوات وسنوات. بداية نتحدث عن جائزة شومان بشكل عام، هذه الجائزة منذ 40 عام للباحثين العرب و16 عاما لأدب الأطفال. حدثينا أكثر عن هذه الجائزة وتاريخ هذه الجائزة. جائزة أدب الأطفال في مؤسسة شومان بدأت في عام 2006، نعم، وهي الآن في الدورة 16، يعني 16 سنة لنا في هذه الجائزة. وهذه الجائزة تركز على أدب الأطفال بأنواعه، من القصة، الرواية، المسرح والشعر، وليس فقط القصة. تمام. وهذا العام كان التركيز على استلهام الحكاية الجديدة، يعني نستلهم الحكايات من الحكايات الشعبية. نعم. الموجودة. سنتحدث أكثر عن اختيار هذا الموضوع أكثر، ولكن أيضا نتحدث عن جائزة الباحثين العرب في عامها 40. حدثينا أكثر عن هذه الجائزة وعن السعي والاهتمام بالبحث العلمي العربي. طبعا جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، أكيد إحنا هلأ منحتفل بدورة 40. نعم. وبلشت الجائزة ب 1982، بعد 4 سنوات من تأسيس المؤسسة. وطبعا هي أول جائزة عربية تعنى بتكريم الباحثين العرب وتسليط الضوء على جميع الأبحاث المتطورة، خلينا نحكي، من خلال اختيار مواضيعها من ضمن الحقول الستة. في عنا 12 موضوع كل سنة بتغيروا هدول المواضيع، ومنختارهم بعناية بالمؤسسة عن طريق اللجنة العلمية للجائزة لتسليط الضوء على أهم الأبحاث. ممتاز. بالعودة لك أستاذة تغريد، عندما نتحدث اليوم عن هذه الجائزة وفي هذا العام تم استلهام القصص الشعبية، وكما رأينا على المسرح كان هناك استعراض لبعض القصص الشعبية والروايات العربية القديمة. حدثينا أكثر، لماذا هذا العام تم اختيار هذا الموضوع تحديدا؟ لأن هذا موضوع وجدت اللجنة العلمية أن هذا موضوع هاما جدا. نعم. وقد تم تقريبا جميع أفراد اللجنة العلمية وافقوا على هذا الموضوع بسرعة، لأنه يربط بين الماضي والحاضر. نعم. فهو يعرف الأطفال من خلال قصص جديدة مستلهمة من القصص القديمة، وأيضا يشجع الكتاب أن يرجعوا إلى التراث وإلى القصص القديمة، لا ليعدوا كتابتها أو سردها كما هي، ولكن ليستلهمونها أفكارا جديدة ويعرضوها على الجيل الجديد مناسبة لهم، لتكون ممتاز. مناسبة لهم. نعم. يعني اليوم عرين، عندما نتحدث عن المواضيع التي تنوعت، مواضيع علمية بحثية في الإعلام، تناولت مواضيع أيضا، حدثينا أكثر عن التنوع في عام 2022 لمواضيع البحث العلمي.
أوكي، هلأ بالنسبة لمواضيع الجائزة، في عنا 6 حقول أساسية. هي بتتنوع ما بين الحقول الطبية الحيوية، مواضيع الحقل الاجتماعي والتربوي والإنساني، حقل العلوم الاقتصادية والإدارية، وجميع الحقول. خلينا نحكي الستة. بيتم اختيار موضوعين لكل حقل من هذول الحقول. طبعا بيتم اجتماع للجنة العلمية بالمؤسسة، وبيتم بحث وافي عن أهم المواضيع اللي إحنا بنختارها، وبموافقة أكيد كل اللجنة العلمية بيتم إصدارها وإطلاق الدورة الجديدة لكل عام. هلأ ما بلشت هيك الموضوع، بلش بأربع حقول فقط أو أربع مواضيع فقط للجائزة، وبعدين سنة بعد سنة تطورت الجائزة ووصلنا ل 12 موضوع مختلف. ممتاز. يعني أستاذة، عندما نتحدث عن 16 عاما من التنوع والثراء الفكري الموجه للأطفال، حدثينا أكثر آلية التقدم لهذه الجائزة، كيف يتم التقدم، وبعد التقدم لهذه الجائزة كيف يتم اختيار المواضيع الأكثر ملائمة حتى نصل إلى أسماء الفائزات اللواتي كانوا 3 طبعا، ونبارك لهم. أكيد أكيد يتم اختيار موضوع معين كل عام من قبل اللجنة العلمية، والموضوع يكون نوع من أنواع أدب الأطفال. فبعد اختيار النوع يتم تحديد العمر الذي سنتوجه له. أحيانا نتوجه لعمر صغير، وأحيانا نتوجه إلى عمر أكبر. مثلا العام الماضي توجهنا للأعمار ما بين 9 و12. وبعد ذلك يفتح باب التقدم للجائزة، وعلى من يريد أن يتقدم أن يقرأ الشروط بعناية الموجودة على المواقع، على موقع مؤسسة شومان، وأن يتبع هذه الشروط ويرسل النص في الوقت المحدد، النص المطلوب منه في الوقت المحدد. وثم ومن ثم هناك لجنة تتم يعني مراجعة كل الأعمال التي ترسل، ويتم اختيار قائمة قصيرة من 10 إلى 12 قصة أو نص مقدم. وأريد أن أنوه أن اللجنة لا تعرف أسماء، أي لا يوجد أسماء على على النصوص، ولا يوجد من أي بلد هم، فقط النص، فهم يقرروا على جودة النص. إذن قراءة المحتوى فقط من دون العنوان أو حتى اسم الكاتب. نعم. من هم أعضاء اللجنة؟ يعني كيف يتم اختيار أعضاء اللجنة لتقييم أدب الأطفال؟ يتم اختيارهم من المختصين بهذا الأدب. ويتم اختيارهم من قبل اللجنة العلمية، تختار من المختصين من العالم العربي، ويتم التعامل معهم بهذا الموضوع. يعني عارين، أعتقد موضوع الباحثين العرب هو أكثر تعقيدا إلى حد ما عندما نتحدث عن التنوع في المجالات المتعددة الثقافية والعلمية، وكما أضفت أن هناك حقول عدة علمية وأدبية. حدثينا أكثر عن آلية الترشح بداية، عن اللجنة، وكيف يتم اختيار كل من تقدم لهذه الجائزة. طبعا آلية الترشح بتبلش من يوجد نظام إلكتروني للجائزة. يتم الترشح له. طبعا نرسل دعوات للجامعات العربية والأردنية. وبصير في خلينا نحكي publicity من لحتى نوصل الباحثين العرب بجميع تخصصاتهم، خاصة أنه سنة بعد سنة التخصصات عم بتكون دقيقة لسه أكثر. فالموضوع لازم نوصل للفئة المستهدفة للجائزة بكل سنة بطرق أفضل أكيد. طبعا في نظام إلكتروني لجميع منصات أو جميع مراحل الجائزة، بدءا من الترشح أو التقدم للجائزة وتحكيم الجائزة، ومن ثم إعلان النتائج. كل هاي المراحل تتم عبر نظام إلكتروني خاص بالجائزة. ذات الموضوع أيضا، يعني يتم دراسة المحتوى والموضوع بعيدا عن أسماء الباحثين أو أسماء البلاد التي ينتمون إليها.
طبعاً هلأ بالنسبة ل بحيادية يعني بحيادية تامة أكيد. هلأ اللجنة العلمية ترشح محكمين للجائزة، في ثلاثة محكمين لكل موضوع، فإحنا في عنا 12 موضوع، في ثلاثة محكمين أو محكمات أكيد، ونوصل لعدد 63 محكماً ومحكمة في كل دورة، ويتم تقييم النتاج العلمي. ومن أهم مميزات جائزة الباحثين العرب اللي هي يتم تقدير البحث العلمي أو الأبحاث العلمية في آخر 5 سنوات لكل متقدم، ونختار محكمين ذو اختصاص عالي بجميع المواضيع وخبرة أكيد وافية ليتم تحكيمها بشكل جيد. كم يستغرق الموضوع من التقديم إلى إعلان الجائزة؟ كم من شهر؟ تقريبا 3 أشهر لتقدم للجائزة، ومن ثم شهران إلى 3 أشهر لتقييم الجائزة، ومن ثم خلينا نحكي نعلن عن الفائزين، ومن ثم حفل الباحثين وأدب الأطفال. نعم. نحتفل بفائزينا وفائزاتنا. نعم. أستاذي، عندما نتحدث اليوم عن التحديات الكبرى التي تواجه أدب الأطفال، يعني اليوم هذا الموضوع ليس بالسهل على الإطلاق. اليوم عندما نوجه رسالة أدبية وقصص للأطفال، فهذا الموضوع نتحدث عن بناء أجيال. حدثينا أكثر عن هذا التحدي، واليوم بظل وجود عالم التكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا، على ما يبدو تحدي صار أصعب وأكثر خطورة إلى حد ما. نعم، إنه تحدي، ولكن هناك تقدم في هذا المجال في العالم العربي. نعم. ودائما أحب أن أؤكد على هذا الموضوع، لأننا في العقود الثلاث الماضية أظن كان هناك تقدم واضح في أدب الأطفال العربي، ولكن ما زلنا في أول الطريق ونحتاج إلى المزيد. ومما يساعد في هذا التقدم هو الجوائز، هناك العديد من الجوائز، وجائزة شومان لأدب الأطفال تتميز بشيء مختلف عن باقي الجوائز. فجائزة شومان تأخذ النصوص الغير منشورة أولا، ثانيا في كل عام تغير الموضوع أو النوع، وبذلك تشجع الكتاب على أن يخرجوا من الموقع السيف زون زي ما بقولوا، زاوية الراحة، ويحاولوا بجد أن يجربوا نوع آخر من الكتابة أو الأدب. نحن ما زلنا بحاجة إلى التجريب وحاجة إلى التشجيع، وأظن الكثير من هذا يحصل في مؤسسة شومان، لأن مؤسسة شومان أيضا مكتبة عامة وفيها الكثير من الكتب، وبذلك تشجع على القراءة وعلى الاستمرار والاستفادة من أدب الأطفال بشكل واضح. جميل جدا. بعد أن يتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة، هل تتم طباعة هذه الكتب؟ حدثينا أكثر عن هذا الجانب. نعم، هذا جزء أيضا من الجائزة، فالكتاب لمدة يعني يتم التوقيع عقد معهم، أول نسخة من الطباعة تكون لصالح مؤسسة شومان لمدة عام. نعم. يطبعوا الكتاب وتحتفظ بهذه الحقوق، ولمدة 5 أعوام بالنسبة للحقوق الإلكترونية والصوتية. وبذلك يستطيع الكاتب المبتدئ أن يرى كتابه مطبوعاً ومنشوراً بشكل جميل. نعم. وبعد ذلك يرجع الحق، حق النشر له، ويمكن أن يطبعه في أي مكان. نعم، أيضاً يكون كتاب إلكتروني أم ورقي؟ يعني ورقي حتماً، ولكن إلكترونياً يعني يوجد أيضاً ككتاب إلكتروني، نسخة إلكترونية. نعم. ممتاز. يعني اليوم عارين نتحدث على أيضاً التحديات التي تواجه اللجنة في اختيار الباحثين العرب على اختلاف الموضوعات. حدثينا أكثر عن أبرز التحديات، وحدثينا أكثر، هل يوجد فائز أول، ثاني، ثالث، أم جميعهم فائزون بمرتبة واحدة؟ هلأ بالنسبة للمواضيع هي 3 خلينا نحكي نتائج لكل موضوع، أن يتم الفوز بالجائزة بشكل منفرد أو بمناصفة،
أو تحجب الجائزة لأسباب إذا كان في مسوغات لذلك تحجب يحجب هذا الموضوع وننتقل للموضوع اللي بعده. هاي نسبة لنتائج الجوائز، ولكن نسبة للتحديات، تحدياتنا الكبيرة تتمحور حول خلينا نحكي حداثة الموضوع. كل مكان الموضوع حديث بالأبحاث العلمية، ما بيكون في عدد وافي من الأبحاث اللي عم بتكون بتتخصص فيه ليتم مراجعتها وتقييمها وإصدار النتائج عليها. فإحنا دائماً منحب إنه الموضوع يكون حديث، مواضيعنا حديثة ومتطورة خلينا نحكي، وتواكب العصر وتحديات العصر اللي إحنا منعيشه. ولكن في هذا التحدي، في حال كان الموضوع جداً حديث، هل يوجد أبحاث وافية لذلك أو لا؟ تماماً. هاي من أبرز التحديات. يعني وجدنا في حفل الختام كان هناك جوائز متماثلة، يعني نفس الموضوع طرح في إحدى الدول العربية، وأيضاً دولة عربية ذات الموضوع طرح بذاته ونفسه، وكانت الجائزة مناصفة. حدثينا أكثر عن هذا الموضوع، هل يحق للباحث أن يتنافس مع باحث آخر في ذات الموضوع وذات السياق؟ طبعا هلا يعني اكثر من بلد عم تاخذ نفس الموضوع، معناته الموضوع ذو اهميه عاليه جدا وعم بتصدر عناوين كثير كبيره. فهي بتبرز معالم جوده المواضيع اللي عم تطرح بالجوائز العربيه، ومنها جائزه المنافسه والتحدي. اكيد 100%. يعني بختام هذا الحديث استاذه، عندما نتحدث عن النجاحات المتتاليه، وعندما نتحدث عن العام القادم 2023 إلى الجائزة في عامها 17، حدثينا أكثر عن هذه الجائزة القادمة، عن المحتوى، عن الموضوع، عن آلية التقديم وإغلاق باب التقديم. كما ذكرت لكم قبل قليل، نحاول دائما أن نختار نوع مختلف كل عام، فالنوع اللي اخترناه للعام القادم هو الشعر. نعم. والموضوع الذي سيدور حوله الشعر هو البيئة، وهو موضوع مهم جدا كما نعلم ومهم للناس. أما الفئة العمرية فهي من 9 إلى 12، والمطلوب من الجمهور المستهدف يعني. هذا الجمهور المستهدف، والمطلوب من المتقدم أن يقدم 6 أشعار فيها، ولكن يجب أن تكون موزونة ولها أيضا، عليه أن نطلع على التعليمات ليعرف تفاصيل المطلوب في هذا الموضوع. بالنسبة للتقديم، بدأ التقديم للجائزة في 10 ديسمبر 10-12، وسينتهي في أواخر شهر 3 أو آخر مارس. نعم، يعني على مدار 4 أشهر تقريبا. نعم. في الختام أيضا نتحدث عن العام 41، وكما يقال الأصعب من النجاح هو الاستمرار بالنجاح. حدثينا أكثر عن رؤيتكم القادمة وعن آلية التوسع أكثر وأكثر للباحثين العرب. أكيد في تحدي حلو، وهيك ببرز خلينا نحكي معالم تميز بسنتنا ل41. إن شاء الله رح نطلق الجائزة لسنة ال41 سنة 23 الأسبوع القادم. نعم. إن شاء الله الأحد القادم، ورح يتم الإعلان عن جميع المواضيع القادمة الجديدة والحديثة جدا، وأكيد بنتمنى من جميع باحثينا يستعجلوا بالتقدم على الجائزة، ورح يتم فتح باب التقدم لمدة 3 أشهر نفس أدب الأطفال ل 31 آذار إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا. الأستاذة تغريد النجار، العضو في الهيئة العلمية لجائزة أدب الأطفال، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الأستاذة عرين بشارات، عضو ومنسق جائزة شومان للباحثين العرب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أهلا أهلا.